ومعنا لمزيد من التفاصيل من مدينة بون الألمانية الكاتب والأكاديمي السوري السيد نبيل شبيب. أهلا بك سيد نبيل. بداية نبدأ من مخيم اليرموك والوضع العسكري هناك، كيف سيكون السيناريو العسكري هناك وإلى أين سيتجه النظام بعد حسم الغوطة والجنوب الدمشقي؟ يعني أهلا وسهلا بكم. أولا يعني سواء اليرموك أو بقية المناطق جنوب دمشق، لا شك أنها هي الهدف المباشر الآن لهجمات النظام على أوسع نطاق، وبشكل يعني بشكل نفس الهمجي، العنف الهمجي الذي استخدمه في المناطق الأخرى في الغوطة الشرقية ومن قبل في الغوطة الغربية، لأنه يريد الواقع أن يكون مجموع المنطقة الآن تحت سيطرته أو تحت سيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الدرجة الأولى في هذه المنطقة. هناك تهجير واسع النطاق، هناك تهديم واسع النطاق، يعني لا أقل من ثلث المخيم الآن أصبح عمليا شبه مسوق في الأرض، ما يسمونه الأرض المحروقة، تطبق هنا منذ فترة في كل مواجهة سابقة والآن في هذه المواجهة بشكل خاص. فلا يتوقع الواقع في يعني أن يسلك النظام أو تسلق قواته والميليشيات سلوكا آخر في الوقت الحاضر. طيب 3200 مسلح من المعارضة يخرجون من القلمون الشرقي، ما دلالات استمرار مسلسل إفراغ المناطق من ساكنيها؟ يعني الجهات السياسية السورية التي كانت تتكلم باسم الثورة كانت تحذر من ذلك منذ زمن بعيد، يعني الصورة معروفة عالميا إقليميا ومحليا وللسوريين بشكل عام. هذه عملية الواقع تستهدف إخراج السوريين الذين هم أصحاب الذين هم من أصحاب الأرض في هذه المنطقة وسواها، كل المنطقة المحيطة بدمشق أولا، ثم المناطق الموازية مباشرة للبنان من جبهة القلمون من جهة القلمون حتى حمص الواقع، إخلاءها من أهلها الأصليين وإيجاد الواقع إمكانات متعددة الأسلوب يسمونها قانونية، هي قطعا غير قانونية، من أجل إسكان إما إيرانيين أو ذوي أصل إيراني أو الميليشيات التابعة للإيرانيين أن يكون لهم ولعائلاتهم مكان فيها. يعني يريدون كما يقال باستمرار تغيير ديمقراطية سوريا في هذه المنطقة وفي سواها أيضا، حوالي حلب جرت أعمال من هذا القبيل، يراد تغيير الديمقراطية الواقع حتى يحقق الأسد ما سماه السورية المفيدة والمتجانسة، المقصود هؤلاء الذين ينتمون للأسف للطائفة العلوية وينتمون إلى الطوائف الشيعية. ماذا عن نتائج تحقيقات مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول دوما؟ هل تعتقد أنها تسير باتجاه إدانة نظام الأسد؟ يعني سبقت إدانة نظام الأسد ولم يحاكم. يعني عندما سحبت الأسلحة الكيميائية في عام 2013 الواقع كان هناك الأصل المجرم الذي استخدم هذه الأسلحة أن يحاكم، لم يحاكم، وإنما ترك له المجال من أجل الآن أن يجدد الواقع ارتكاب جريمة من هذا القبيل، علما بأن جريمة القتل واحدة سواء بالكيميائية أو بسواها، وهم يهمهم السلاح الكيماوي ألا يكون هناك له مجال في سوريا، لأنه ولو كان انتقلت السلطة إلى غير الأسد، لأن هذا في خطر على الإسرائيليين وليس على السوريين، السوريين يتركونهم ولا يحاكمون من يرتكب هذه الجرائم باسمهم. في الوقت الحاضر تحاكم أيضا في بلجيكا الواقع، تلاحق شركات بلجيكا عوضت كثير من المواد الخاصة بإنشاء الغاز السارين بصورة خاصة، صناعة غاز السارين المسمم أكثر من سواه الواقع من طريق شركات بلجيكية، عوضت أكثر مما صادرته الهيئة الدولية لمكافحة الأسلحة الكيميائية يعني قبل 3-4 سنوات. بالتالي الواقع يترك النظام بهذا الشكل أن يستخدم، يعني يجب أن يحاكم على بقية الأسلحة، الأسلحة الفوسفورية أيضا محرمة، الأسلحة الحارقة أيضا محرمة. رغم ذلك الواقع هو يترك، فليست القضية قضية الآن إثبات، علما بأن العرقلة التي تمت حتى الآن ووجود المفتشين الروسيين وتضارب التصريحات الروسية الرسمية كله يدل على محاولة إخفاء آثار هذه الجريمة. طيب يعني إذا ما تم فعلا تحديد مسؤولية النظام عن مجزرة الكيماوي في دوما، هل تعتقد أن البنتاغون يمكن أن يوجه أو الولايات المتحدة بشكل عام يمكن أن تتوجه إلى قضية التدخل بشكل أكبر بشكل أوسع من أجل يعني ربما قد تسمى محاسبة نظام الأسد إذا صح التعبير؟ يستحيل أن أقول محاسبة نظام الأسد، ويستحيل أن أقول أنها ستتدخل بحيث تغير دفة الواقع العسكري على الأرض حاليا إلى صالح الثورة والشعب الذي فاق.
إنما هناك الواقع ورقة من أجل الضغوط على الجهة الروسية، على الجهة الإيرانية، من أجل أن تحقق ما يعني مناطق نفوذ للأمريكيين وحتى الإسرائيليين في الجنوب وحتى يسيطروا عليها أكثر. يعني في إطار عملية توزيع المناطق النفوذ توجد مساومات كثيرة، توجد ورقة ضغوط مثل ورقة ضغوط السلاح الكيميائي، ولكن لا يستخدم هذا من أجل الواقع تحقيق هدف من أهداف الشعب سوريا. لو أراد ذلك لحققوه قبل ذلك أو لسعوا إليه قبل ذلك، ولكن هناك العكس من ذلك، هناك نوع من تعاون دولي، توافق دولي وإقليمي إلى حد كبير على أن تقسم سوريا إلى مناطق نفوذ بين القوى التي ساهمت في تدمير سوريا وفي تشريد الشعب السوري. الكاتب والأكاديمي السوري السيد نبيل شبيب، شكرا جزيلا لك.